يقول لك يا عثمان العب غير انسى انك تفوز امام الرجاء الرياضي في جحيم كازا وفي رعب كازا في هذه الاجواء الحماسيه والصاخبه بالمدرجات. كانت الامنيات الحضور للمايسترو محمود او لعب هنا عبد الاله الحفيدي، ولكن الحفيدي لم تتم المجازفه به مع البدايه. اللاعب الذي اشتكى من الاصابه واللاعب الذي غاب ايضا عن مباريات المنتخب الوطني بعد ما تم استدعائه من طرف إيرفي رونار، ولكن في نهاية المطاف الإصابة التي ألمت به في مباراة إنيمبا لقاء الذهاب الذي عرف تسجيل هدفه الوحيد والهدف الغالي لفريق الرجاء عن طريق لاعب عبد الإله الحفيدي، ليبقى في دكة البدلاء. واضح تماما بأن لاعب الحفيدي غير جاهز 100%. تمشي هنا كرة ولمسة بين بن حليب يرفع داخل منطقة الجسد مع التوظيف الجديد للإسباني خوان كارلوس غاريدو. افتكاك الكرة الهربة يا رحيمي، يعطي باس تمريرة انياسي بلمسة يحطها، فرصة للتسديد. رحيمي تأخر يرفع الكرة مباشرة لحذراف، انطلاقة واندفاع الرجاوي مع البداية. الإفريقي الذي أكد بأن البطولة ستقام في الكاميرون. هنا لمسة منك يا زكريا، تمشي للجهة اليمنى بوطيب العرضية. المتابعة بعد ذلك من حارس المرمى افيلوكا يطير، هذا واحد رأى بلمسة بوطيب بمراوغة جميلة يفتح المجال، يرفع كرة في اتجاه الثنائي بن حليب ورحيمي. هذه من الكرات المخيفة الخطيرة، ولكن دائما برافو يا أنس، يعطينا الاطمئنان من جديد. كرة ملعوبة هنا من جانب مابيتي للجهة اليمنى، بوطيب العرضية. ماذا ضيعت يا بن حليب؟ بن حليب امام المرمى الفارغه بعد مجهود رائع يا بوطيب. هم عمر بوطيب الطيب الذكر، الطيب الذكر الرجاوي. عمر يمشي، عمر يرفعها، عمر على القائمه الثاني. هنا بن حليب، لماذا اللوم ولماذا العينة؟ الكرام اضغط حذراف، اضغط حذراف، فرصه جول، وانصر لنصر العز، وانصر لنصر النسل الرجاوي يحلق من جديد. خطف حذراف، جاب حذراف، عذبهم حذراف، حذراف يهزم حارس المرمى. هدف في توقيت اكثر من رائع يا زكريا، يقرب البعيد، يقرب الاخطر من اللقاء النهائي. شوف البريسينج، زكريا حذراف يقوم بالمراوغة يحطها في الشبكة. 1-0 في الوقت البدل الضايع. قلت الضغط سيولد الاخطاء والاخطاء تاتي من الاهداف. بريسينج عالي جدا من حذراف ورحيمي، حذراف يخطفها، حذراف يوضعها ويعلي من شان. هنا افتكاكة خطيرة، هذه خطيرة، مرت بسلام. أودياغا يسدد بعيدا لحسن الحظ، كرة مشيت بعيدة. إن شاء الله الثاني الشاكير، هل يسدد مباشرة أم سيرفع داخل منطقة الجزاء؟ الجميل في الشاكير أنه ليس أناني، لا يلعب الكرة، لا يريد أن يسدد. نعم سيرفع، سيرفع، سيرفع. نعم طريقة وقوف لاعب الشاكير هنا يعني تؤشر على أنه سيرفع الكرة. وجود 6 لاعبين رجاويين داخل منطقة الجزاء. شاكير، باغتنا الشاكير، في ركلة جزاء. هل في ركلة جزاء يا غاستان؟ لم يقول شيء غاستان، يقول التماس في نهاية المطاف. أعطينا الصورة يا المخرج، أعطينا الإعادة. كان فيها تدخل داخل منطقة الجزاء، هل في ركلة؟ شوف الإعادة، شاكر يفاجئنا بتسديدة والحارس يتصدى. مشى رحيمي، فيها مضايقة، فيها مضايقة، فيها مضايقة. نعم هذه الزاوية نعم تؤكد وجود مضايقة. عموما تلعب الكرة مرفوعة للرجاء.
الخضر الوطني، كرة في وسط الميدان ملعوب على الجهة اليسرى، جبيرة يصعد بلمسة يحطها لزكريا، فرصة جبيرة بالرأس لكن سالة، حكم على ما يبدو صفر هنا. لكن هنا يلعب كرة عرضية، الثاني رجاوي، انتهى كل شيء في حضرة الكبير، في حضرة العالمي. انسى الانتصار يا إنيمبا، انسى التأهل يا إنيمبا، انت في الجحيم، انت وسط الجماهير.